مرتبط بالشريعة الإسلامية أم بالمجتمع الذكوري في هذه الحالة الذي يحاول أن يستعمل الدين كفزاعة؟ نعم، بالنسبة لحقوق المرأة ومكتسباتها هي ليست مرتبطة بالشريعة في تغييرها، لأن نقدر أنه الإسلام كرم المرأة أيما تكريم، ولا أقول زيادة عن حقها، بل هو أعطاها حقها الإسلام. صحيح. يعني حقها في التعليم، حقها في الشغل، حقها في المشاركة السياسية، حقها في المشاركة في الدورة الاقتصادية في البلاد، هذه كلها حقوق مضمونة للمرأة كفلها الإسلام. وقلت سابقا وأقولها أنه أعظم آية أعتبرها قد أوفت للمرأة كل حقها هي بسم الله الرحمن الرحيم: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني في علاقة تفاعل وتشارك، بعضهم أولياء بعض، يعني ليس هناك طرف مهيمن على طرف آخر. ثم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يخص جميع مجالات الحياة، سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية. إذن الأمر لا يختص بالشريعة، ولكن هو يختص بالعقليات وبالمجتمعات. لأنه نحن طبعا لا ننكر أننا نعيش في موروث ثقافي من عصور الانحطاط، ما زلنا نعيش فيه إلى يومنا هذا. حصر المرأة في دور الحريم، في دور الجارية، ثم في مرحلة متقدمة في دور المرأة الضعيفة، في دور المرأة المستكينة التي لا تقدر أن تكون في الصفوف الأمامية للدولة والمجتمع. هذه الأدوار وهذه كيف توجهون سيدتي في حزب النهضة هذه الأجواء التي وصفتها بقيت من عصر الانحطاط؟ هناك بعض التيارات الدينية في تونس إلى حد ما تنادي بعودة المرأة إلى البيت، بأن يكون هناك نمط معين في اللباس، يعني وهناك يعني مجموعة صور وأفكار يريدون أن يفرضوها على النساء. كيف توجهون ذلك في حزب النهضة باعتباركم أنتم كما أفهم منك لا تضيقون على النساء بشأن حقوقهن أو مظهرهن أو أي شيء آخر؟ أنا أقول أنا مع الحوار ومع النقاش مع أي كان، لأنه مع حتى الحين يفرض هذا الآخر هذه الأمور بالقوة كما هدد؟ لا، هنا يختلف الوضع، لأنه مع الحوار يوجد قانون، وكل الناس سواسية أمام القانون، ومن يريد أن يتجاوز القانون أو ينوي أن يتجاوز القانون ليفرض بالقوة ما يراه هو الحق والصالح للناس، فهذا طبعا هناك سلطة قانون يجب أن يخضع لها. ولكن هذه التيارات، هل تعتقدين بأن الحوار سيؤتي أكله مع هذه الجماعات برأيك التي ظهرت في تونس مؤخرا؟ نعم، أقدر أن الحوار يمكن أن يؤتي أكله، خاصة وأن عدة جماعات إسلامية كانت أكثر تشددا من ذلك، وقامت بمراجعات فكرية وعدلت من آرائها من بينها النهضة. نعم. مثلا نعم، ولم لا؟ ولم لا؟ طيب، ولم لا؟ هل يمكن القول بأنه المرأة التونسية اكتفت من التحرر وباتت اليوم أكثر حاجة إلى التدين؟ هو ما فيش تناقض بين التحرر وبين التدين، يعني حاجة الإنسان للتحرر هي حاجة متواصلة، ولا نقول أنه اكتفى، أنه أصبح حرا واكتفى، لي هي حاجة متجددة مع مستحقات العصر الذي يعيش فيه. ولكن أنا فعلا معناها لو تسمحين لي أريد ردا على ما مر في هذا الروبورتاج، لأن أعتبر أن هذه الجمعية جمعية لها أجندة خاصة، ولا أعتبر مجرد أنها تدافع لا ربما لا لا عن لا, لا يا سيدتي لا انتظري من قليلا. أي ناحية؟ نعم، ماليا؟ نعم، أعتبر أنها لها أجندة خاصة وتدافع عن أجندتها بعيدا عن المشاغل الحقيقية للمرأة التونسية، وهذا موثق في برنامج في إذاعة تونسية، إذاعة موزايك، ل 8 مارس 2011. ما هي هذه؟ نعم، حتى يتضح للمشاهد أننا نتحدث بموضوعية. نعم، ما هذه الأجندة برأيك؟ نعم، أواصل ثم أقول لك ما هي الأجندة. هذه الجمعية في 2003 عندما آخر كلمة قالتها السيدة كل شخص يتحكم في جسده، هذه الجمعية في 2003 أصدرت بيان تطلب فيه من الرئيس المخلوع بن علي أن يتخذ كل الأشكال اللازمة من أجل محاصرة ظاهرة الحجاب في تونس. يعني مفهوم ما هي الأشكال اللازمة لمحاصرة هذه الظاهرة. ثم إحدى عضوات هذه الجمعية كنت في نقاش معها يوم 8 مارس 2011، قلت لها أني امرأة تونسية وقد عانيت الأمرين من نظام بن علي وجمعيتكم لم تدافع عني، فأجابتني لأنك محجبة. قلت لها يا سيدتي أنا تونسية قبل أن أكون محجبة، وأنتم من المفروض أن كنا تدافعن عن التونسيات وحقوق التونسيات. نعم،
هي مش موجودة معنا حتى تدافع عن نفسها. نعم ولكن أكيد، ولكن هذا للتوضيح، هذا نعم للتوضيح. عندما نعم تصدر جمعية نفسها على أنها مدافعة عن حقوق التونسيات وهي بالأساس تشتغل في أجندة خارجية بعيدة كل البعد عن مشاغلنا كتوانسة، لكن مقابل حتى فقط يعني نعم أكون الصوت الآخر، نعم يعني أيضا هناك ربما توجه معين في تونس يرى في النساء غير المحجبات، اسمحي لي بهذه الكلمة، نعم كافرات، يعني يصفونهن بأبشع الأوصاف ويعتبرونهن يعني خارج المجتمع التونسي ولا يستحقون حتى. أنا أعيش في طيب تونس. يعني هنا هناك نعم إقصاء من الجانبين سيدة لا سيدة منيا. لا لا لا، ليست الصورة بهذه الحدية. أنا مواطنة تونسية وأعيش في تونس وأتعامل مع نساء لماذا محجبات. أنا عندي أنا نعم قرأت مرة سمحني حادثة في جامعة منوبة، نعم تم الاعتداء على أستاذة في الجامعة لمجرد أنها لم تلبس الحجاب من قبل السلفيين. هناك تعنيف، على الأقل هذه السيدة حين تحدثت لم تعنف. لا، على كل هذه الحوادث التي أخذت صدى إعلاميا كبيرا هي للنقاش هل حدثت فعلا أم لا، لأنه فعلا مثل هذه الجمعية وجمعيات أخرى ونخبة معينة في تونس اليوم تشتغل على اختلاق أحداث تعطي لها صدى إعلاميا كبيرا وتثير منها ضجة. ولكن حتى تبدو، لو سمحتي، حتى تبدو وكأنها ظاهرة في تونس. طيب قلت أنا مواطنة تونسية أعيش في تونس، نعم، وأتعامل مع نساء من مختلف الفئات، ولم أسمع في يوم من الأيام من قال هذه كافرة أو هذه ملحدة، كيف لأن هذا الكلام؟ لأنها هذا يقال، غير هذا يقال لأنها في الإعلام، لأنها غير محجبة، وحتى وإن قيل نعم فهو في استثناءات وليس بظاهرة عامة. لو تسمحي لي يا سيدتي، يعني مثلا أنا أعطيك نعم مثال آخر، كيف تمكنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم من فرض نفسها على المجتمع التونسي في ظل حكمكم؟ هناك امتعاض من قبل الكثيرين من قبل هذه الهيئة. نعم هي أنت تعلمين عما أتحدث. نعم أعلم. هي لم يعني هي أين لم هي الدولة؟ يعني نعم أليست هناك دولة ووزارة دينية داخلية. ووزارة داخلية نعم حتى يقوم أشخاص بعينهم بفرض نمط معين في السلوك؟ يعني دولة القانون لا تحتاج إلى هيئات من هذا النوع. هي لم تفرض نفسها، هذه الهيئة لم تفرض نفسها لا على الدولة التونسية ولا على المجتمع التونسي، ولكن ككل الجمعيات التي ظهرت نعم ما بعد الثورة نعم في مناخ من الحريات أصبح كل مواطن شكرا تونسي يعتقد أنه من حقه أن يكون جمعية. نعم فقط أردت أن أعقب أن النهضة ليست مشكلتها في حجاب المرأة أو في سفورها، حركة النهضة في تونس، ولكن مشكلتها هي في القضايا الحقيقية التي تعيشها اليوم المرأة التونسية من تهميش. هذا أنت ما تقولينه نعم تقوله السيدة هدى وتقوله أيضا نعم الدكتورة عزة، ولكن في التطبيق نعم في التطبيق هناك أمور أعطيك أرقاما. لا يتم أعطيك أرقاما لو استنباط سمحتي قوة المرأة وفكرها فيها. أعطيك أرقاما لو سمحتي الآن أواصل أرجوك، لأنه مثلا في المجلس الوطني التأسيسي اليوم لحركة النهضة 89 عضو في المجلس الوطني التأسيسي، 42 سيدة، يعني قرابة النصف. طيب ولكن أكيد على حسب ما حكيت الدكتورة المشهد مختلف جدا، ومع ذلك أقول أنه حتى في مصر الثورات لم تنتهي بعد، حتى نقول أن المرأة دفعت الضريبة، الثورات ما زالت، ما زال النسق الثوري ما زال سائر في الدول العربية، وهذه الدول لم تجني بعد نتائج ثوراتها حتى نقول أن المرأة لم تجني ثمارها. ومع ذلك المشهد ليس كما تحكي الدكتورة، مع كامل الاحترام لها، في تونس، لأنه المرأة التونسية شاركت ما قبل الثورة وأثناء الثورة وأصرت على أن تجد لنفسها مكانا في المشهد السياسي ما بعد الثورة. يعني أن المرأة لا تقبل في تونس أن يحكى عليها وكأنها مفعول بها، يراد لها، تهمش، تصرح، معناها كلها أفعال منسوبة لضمير مجهول الذي تقديره هو وهو الرجل في المجتمع. المرأة في تونس لا تقبل بهذه الوضعية. المرأة دائما ودائما منذ عقود طويلة، صحيح وقع عليها تهميش، وقع عليها إقصاء، وقعت حتى متاجرة بكيانها وبقضيتها ومزايدات على حقوقها ومكتسباتها، ومع ذلك لم تستكل المرأة التونسية للحظة واحدة، لم تستكل لذلك. لعلكم شاهدتم مثل ما شاهد الجميع مشاهد المرأة التونسية أثناء الثورة، مشاهد تلك السيدة الفاضلة من إحدى مدن الثورة وهي تقول قتلوا لي ابن ولي أربعة مستعدة أن أدفعهم للثورة التونسية. هذه سيدة ليست لا جامعية ولا محامية، سيدة ربة بيت، وتقول مثل هذا الكلام في غمار ثورة. هذا كلام طبعا لا تقوله سيدة لا ترى لنفسها دورا فيما يصير في بلادها أو في مجتمعها. لا النساء لا